هذه امرأة تقول: امرأة على السنة ولكن زوجها رجل لا يحب السنة ويبغض أهل السنة، ويقول دائما: الذين قتلوا عثمان ابن عفان رضي الله عنه كانوا على الحق. هذه المرأة تقول: ما نصيحتكم لها؟ هذا من الخوارج إن لم يكن من الشيعة، إما خارجي ولا شيعي، فعليها أن تطلب الفراق منه إلا إن تاب إلى الله عز وجل. نعم.